السلام عليكم. المفروض النهارده في مالمو ورايحه زياره المعرض الكتاب العربي. المهم ان انا نزلت بالعربيه في المكان فبص لقيت زحمه جديده شديده شديده، فبقول واو كل دول رايحين معرض الكتاب. فوجئت ان ده طلع موضوع كبير قوي قوي قوي، وقررت ان انا اصوره لان الموضوع عجبني بشكل فظيع. تعالوا شوفوا معايا اللي حصل. انا لقيت نفسي في المكان ده، الزحمه الشديده ديت ما شفتهاش من سنين طويله. يعني اخر مره شفتها طبعا كانت في تركيا. السويد هنا اصلا بلد ما فيهاش سكان كتير وما فيهاش الزحمه الشديده ديت، ومع ذلك لقيت الحديقه مليانه ناس. ده بص ده جزء من الحديقه، لسه فيه جزء كبير تاني. طبعا الورده دي عجباني جدا، بصوا هي الورده بينزل منها الميه وتتفرع لايه. طبعا دي في الصيف بتبقى جامده جدا، وتلاقي العيال بيخشوا يقلعوا الهدوم ويخشوا يسحبوا تحت ميه الورده، جميله جدا الفكره. فانا استغربت ايه ده، طلع في الاخر حاجه اسمها لوبس. لوبس بالسويدي معناها ان هو زي مكان للسكند هاند. اولا بس قبل ما انسى، المكان اللي في الوش ده اول ما شفته امبارح وانا جايه قبل سرين واقفين عمالين نتفرج، عمالين نخطط ان احنا هنصور قدام المكان ده اساسا يبقى خلفيه بتاعتنا جامع. وخلاص ظبطنا الكادر، فوجئنا ان المكان ده مش جامع يا جماعه. المكان ده طلع كازينو، يا كازينو. وصراحه الواحد اتصدم. واللطيف ان هو فيه عليه النجمه والهلال ونجم الداوود، اللي هو كميه ميكس ببعض مش معقوله. فنرجع للمكان ده. اللبس ده فكره عبقريه جدا اخترعها الاسويديين. يعتبروا من اكثر الشعوب اللي بتلبس حاجات من السكند هاند. السكند هاند هو مستعمل يعني، فتلاقي عندهم مثلا كتير محلات سكند هاند، ومش بس محلات، ده في ابلكيشنات لمواقع السكند هاند. حد يكون عنده حاجه ومش عايزها فيروح يعرضها على الموقع ده، سواء بقى هدوم، لعب، حلل، عربيات، بيت عايز ياجره بال اندر لشخص تاني. وكمان ده مش بس في كده، ده في كمان ابلكيشنز للناس عندهم حاجات مش عايزين ياخدوا عليها فلوس، واللي عايزها يجي ياخدها. فعنده مثلا سي تلاجة ولا طقم صفة اللي هو كنب، يعني طقم صالون، وخلاص مش عايزه، عايز يجدده، وفي نفس الوقت مش عايز يتعب نفسه ان هو يشيله، فبيقوم حاطه على الابلكيشن ده. واللي محتاج الطقم ده يروح يجيب عربية ويجي يشتري الصالون ده مجانا. فيعني من افكار رائعة. المهم ان انا اول مرة اشوف لبس جماعي بالشكل ده. يعني اللبس اللي كنت اعرفه اللي هو محل وبيشتري الحاجة من الناس، او بيعرفش بيجمعها منين من الزبالة ممكن، لان في اماكن لرمي الحاجات الزايدة عندك ويبيعهم. انما ان البلديه هي اللي تنظم المكان ده كله وتظبط يعني فرشه لكل واحد، فدي فكره عبقريه جدا. واللطيف ان موجود بقى ايه كل اطياف المجتمع، مش بس سويدين او فقط او عرب فقط. بالمناسبه مالمو مدينه في جنوب السويد تحت مشتهره بوجود اكبر جاليه عربيه فيها في السويد يعني، واكثر جاليه موجوده فيها هم العراقيين والفلسطينيين. المدينه لما تخشيها فعلا ما تحسيش ان انت اصلا في السويد، انت تحسي ان انت في دوله ميكس غريبه كده فيها كل الجنسيات، فتحولت الى مدينه اخرى غير اللي معتادين عليها في السويد. حتى انا اذكر ان واحده فلسطينيه ولدت ونشات هنا في مالمو، يعني هي من اهل البلد زي ما بيقولوا، وبقى لها 25 سنه هنا في السويد. ولما طلعت عندي فوق في احد المحافظات اللي في منتصف السويد اتخضت، ايه ده؟ واو ايه الجمال ده؟ معامله الناس، المناظر، الطبيعه، كل حاجه مختلفه عن ما تعودت عليه في مالمو. ففعلا الناس اللي عاشت في مالمو طول عمرها ما ينفعش يحكموا على بقيه السويد خالص، لان هي الدنيا مختلفه عندهم. يعني حتى احنا بنقعد لما نبص على الشوارع في مالمو هنا بنقعد نتريق نقول بص هو فاضل بس ان العلامات الارشاديه دي تتشال وتتكتب بالعربي وهتبقى المدينه دي عربيه صرف يعني. بس طبعا في نفس الوقت مالمو مشهوره بان هي مليانه عصابات، او
يعني في مشاكل مع البوليس والمخدرات كانوا بيسموها زمان الأبضجية اللي هم أبضاي اللي هو بلطجي يعني المنطقة. ومعروف ان في مناطق في مالمو البوليس ما بيحبش يدخلها، مش ما بيعرفش يعني، هو ما بيعرفش، بس هو البوليس السويدي لو عايز يخش هيخش، بس اللي هو ايه انا هتعب نفسي ليه واخش اتخانق مع ناس اصلا هيموتوا بعض في بعض، فخلاص بقى هم اللي هم كلهم يولعوا في بعض. فالمدينه فعلا فيها بعض الاماكن الخطيره اللي الواحد ما ينفعش يقعد فيها، بس في نفس الوقت المدينه من بره جميله جدا طبعا، ما حدش يفتكر ان هي مدينه مرعبه. انا عن نفسي عمري ما حسيت بالرعب هنا، كل الكلام ده اللي بيتقال في الميديا او بنشوفه في جروبات السوريين او العرب اللي هم عايشين هنا في السويد. انا حابه اخد لكم جوله في المكان تشوفوا المنتجات اللي ممكن تتباع. هنا اكتر حاجه مضايقاني ان لبس البنات هنا اكتر من لبس الولاد، كل حاجه بنبشي بنبشي. عشان طقم طبلة للأولاد. ده انا كده وصلت لاخر مكان، بس هو المكان الاساسي هو لسه جوه، انا اللي طلعت بره. شنطة سفر. اللطيفة ان في السكند هاند في السويد انت ممكن تلاقي حاجة بالتيكت بتاعها، والله بتبقى حاجات نظيفة وجميلة جدا ويدوك بس محطوطة بالتيكت بتاعها، انت ليك امكانية ان انت ترجع الحاجة خلال فترة معينة. فمثلا هو اشتريها وما لحقش يرجعها في الفترة ديت، او ان هو كان شاريها مثلا في عرض وخلاص العرض ده بيقولك ان انت لو اشتريتها مش هينفع ترجعها، فخلاص بتفضل عنده، فهو عشان ما يقعدش يركنها فبيقوم باعتها للسكند هاند عشان ما تبقاش يعني حاجة زيادة عنده. فانت فعلا بتروحي كتير ممكن تلاقي الحاجة بالتيكت بتاعها وتبقى زي الفل، هي مش عاجباه هو او ندمان عليها هو، بس مفيدة بالنسبة لي. دي اول حاجة. تاني حاجة، اول ما جيت هنا وعرفت موضوع السكن هاند، ايه ده انا اشتري مستعمل، انا بنت الاصول، انا بنت ناس قوي. احنا عندنا في بلادنا العربية فكرة المستعمل ديت يعني فكرة مش موجودة اصلا، مش هقولك مثلا الناس المحتاجة هي البي بي بيستخدموها، لا هي مش موجودة. بس هنا بقى في السويد السويديين نفسهم بيتبرزوا في موضوع المستعمل، اولا عشان حفاظا على البيئة، هم شايفين كده ان انت لما تعيدي استخدام الحاجة او تشتري حاجة مستعملة انت كده بتحافظي على البيئة، مش كل حاجة جديد جديد جديد. تاني حاجة ان كتير من المحلات المستعمل بتاخد الربح ده وتصرفه في اعمال الخير اللي هو رعاية الكبار السن، او في بعضهم بيبعت لافريقيا او منظمات خيرية. المهم ان الفلوس دي في الاخر زي ايه احنا عندنا في بلدنا بيقولوا بتطلع لله، هما بقى بيقولك ايه بتطلع في اعمال خيرية لمساعدة الاخرين عشان احنا بعد كده لما نكبر نلاقي حد يساعدنا. فممكن تلاقي واحد غني جدا في السويد ومعاه فلوس كتيرة واقف في السكند هاند بالدور مستني الباب يفتح عشان خاطر يشتري اي حاجة هو عايزها. بل ان بعض السويديين بياخدوا مثلا بيكون عندهم حاجة ويحبوها يروحوا يودوها للسكند هاند وبعدين يرجعوا يشتروها منهم تاني. الغباء ده صح؟ انت هتقولوا كده، لا هو مش غباء بالنسبة لهم، شايفين ان هو ما بيقبلوش فلوس عينية، فعشان خاطر يساعدوا او يساهموا في المساعدات دي فبيقوموا يتبرعوا بالحاجة بتاعتهم ويروحوا يشتروها تاني، بحيث ان الجهة دي تاخد الفلوس وتروح تعمل بيها بقى ايه المشروع الخيري، فهم كده يبقى عملوا عمل خير. وطبعا في السكند هاند بتلاقي كمية حاجات انت مش متخيلها، يعني سوري
سوري انا شفت ستات بيشتروا الهدوم الداخليه بتاعتهم من السكن ده. يعني في حاجات يعني ايه تقولي اه ممكن اخدها إيه ما فيهاش مشكله، انما ان انا اشتري هدوم داخليه ديت اللي صعبه. بل ان في بعض ستات والله شفتهم بتجيب الببرونه بتاعت الطفل اللي هي بيرضع منها الحليب بيجيبوها من السكن ده. يعني انا ذات نفسي لحد دلوقتي مش متقبله الفكره ازاي. يعني انا تقبلت فكره السكند هاند، انما ان انا اشتري هدوم داخليه او اشتري حاجه البيبي اللي هو بيتحط في بقه من السكند هاند ديت بالنسبه لي كانت صعبه قوي. يعني طبعا انا مثلا بتكلم عن بلدنا مصر وكتير من البلاد العربيه ما فيهاش فكره السكند هاند ان انا يكون عندي حاجه زياده فاروح اديها لحد يستخدمها. ولكن حديثا بشوف في في الجروبات العرب في تركيا ان هم بداوا يعملوا الموضوع ده، وبصراحه كنت سعيده بيه جدا ان هم يبتدوا يجمعوا بعض في مكان وكل واحد يجيب الحاجات الزياده اللي عنده ويبيعها، او ان هم يبيعوها في جروب، او يعملوا بوست يا جماعه اللي عنده حاجه مستعمله يحطها تحت في التعليقات، فبيكون في نسبه تفاعل كبيره الحقيقه. ودي من الحاجات اللطيفه خصوصا في الغربه، انت يعني انت مش شرط ان انت تجيبي حاجه كل حاجه جديده او تجهزي بيتك جديد عشان خاطر تحس ان انت حاجه واو. يعني الواحد عمال يفكر ان هو جاب كل حاجه في بيته جديده وجميله واغلى حاجه، وبعدين هوب يعني في اقل من 6 شهور كان اضطر ان هو يسيب الحاجه ويروح يشتري كل حاجه مستعمله. انا عارفه ان الموضوع ده ما يهمش كتير من الناس اللي بيتابعوني على اساس ان هم في بلاد عربيه، ولكن حبيت ان انا الثقافه مختلفه وفكر تاني. لان فعلا الموضوع ده على قد ما هو بسيط على قد ما هو قد ايه مفيد جدا. انا نفسي ان الفكره دي تحصل في المدينه اللي عندي، او حتى ان احنا نجمع تحت العماره عندنا ونعمله، بس اعتقد محتاج ان انا اتواصل مع البلديه او الكومون وان انا اطلب منهم ان احنا نعمل حاجه زي كده. ده حد بيبيع حاجه اطفال صغيرين، البتاعة دي مثلا بتكون غاليه جدا في المحلات جدا، يعني ممكن توصل ل 50 يورو، وبصراحه هي لطيفه جدا للاطفال اللي لحد 6 شهور. ومع ذلك يعني بصي هي بتتباع في السكن هاند، ممكن تفصلي عليها. يعني دي مثلا حاطه 3 علب حليب، دي حلح حليب والببرونات زي ما بقول لكم. وعلى فكره هتلاقي اللي يشتري منها والله. طعم لعب للبانيو للأولاد هما بيلعبوا. انا كده ذكرت معظم حاجه تقريبا، ولكن في نقطه اخيره بس عايزه انبه عليها، ان لو انت هتشتري حاجه من السكند هاند او حاجات من المستعمله ضروري جدا تاخد بالك من المفروشات يعني اللي هو الكنب او الحاجات اللي بتتخزن، ان هو يكون دخلها اللي هي الحشره اللي بتلزق في الحاجه وما بتطلعش. يعني دي لو دخلت البيت عندك صعب ان هي تطلع بسهوله وعدوتها شديده، فانت المفروض لما تيجي تاخد حاجه خشب عموما تقلبها وتشوف من تحت الخشب عامل ازاي، لو في نقط سودا صغنطوطه كده يبقى غالبا هو مصاب بالحشره ديت، فابعد عنه تماما، خصوصا لو مكان فيه عفش كتير مركون فنسبه تعرضه للحشره دي كبير. وفي نفس الوقت برضو المفروشات، انا فاكر كانت صديقه ليا هي اللي نبهتني على موضوع المفروشات ديت، لان هي كانوا جابوا بطانيه من السكند هاند وطلعت فيها الحشره دي وضربت لهم البيت كله واضطروا ان هم يرموا حاجات كتيره جدا من عفشهم. فدي اول نقطه. تاني نقطه، اشتري كل حاجه من سكند هاند براحتك، بس ما تسترخصش في السرير. السرير ده فعلا هو ده اهم شيء في البيت، لان هو ده اللي انت بتنام عليه 8 ساعات على الاقل، فلو السرير مش مريح غالبا انت ظهرك هيبوظ وتعيش طول عمرك تعبان.
فما تسترخصت في السرير. لو لازم ان انت تجيب سرير جديد مش مشكله، المهم ان انت تقعد عليه وتحس ان هو مريحه والمرتبه بتاعته مش واقعه او من النوع اللي هو رخيص فهتقع بسرعه، لان ديت حاجه انا عانيت منها واثرت عليا بعد كده، لان انا قعدت فتره من حياتي كنت بنام على سراير مش لطيفه او احيانا في الارض. فالموضوع ده موضوع ده وحش. اتمنى تكون الجوله غريبه وجديده عليكم، شفتوا معايا من خلال اله الزمن اليوتيوب ازاي الناس عايشه او في افكار وثقافات اخرى. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك. كنت معاكم اسماء الشريف من ملمو السعيده، سلام عليكم. المكان بعد ما خلص زي ما انتم شايفين زي الفل، يعني يعتبر مفيش ورق مرميه، كل واحد لمحه وبدأ يمشي. وطبعا زي ما شفنا على الارض كده كانوا اصلا البلديه مقسمين المربعات عشان كل واحد ما يتجاوزش حد.